Nationwide mass protests are cutting through the country's religious divisions, sending shockwaves through the system. And they go across sectarian lines. Some protesters are even calling for an end to sectarianism in Lebanon completely. عم بيقطعوا الايام عم بيقطعوا السنين شو عم تعملوا بوطني ببلد المسكين كان صار لي 5 سنين ما طلع مني كلمة شو يا اخواتي قولكن طار هيك حلمي قتلونا المستقبل شباب عم بتفل ما تركوا فينا امل مشاكل ما بتحل حتى هول الكلمتين كانوا قوة كل انسان نجاحنا بلبنان حتى نحس حالنا بامان عيال ما عم تاكل عم بتنبش بزبالي دخيلك لا يا الله ما تشغل بالي من كترة الامراض الجوع كترة الحرمان شو عملوا فيك يا امي ببلد لبنان ليش بلدي غرقان بطائفية واديان وطني حرية وملان بالأحلام عم بيجربوا يسكتونا بهيدا السيستام حنربح هيدا الثورة ونوصل للسلام نحقق ما طلبنا هيدا بلدي لبنان قبل 100 يوم كان سعر صرف الدولار 2230 ليرة أما اليوم فأصبح 4250 ليرة كلك شو بعدكن ناطرين منين متفقلين نزلوا عالطرقات تظهروا كونوا مستعدين نمشي على الرقم مفرد او مجوس خلص امور ساعات لنهارك يكون محرز جربوا يفرقونا بالدولار بالدين قولوا لا للجوع حنضلنا متحدين نزلنا تظهرنا اول نهار تاني نهار بقينا نطالب بحقنا صمدين لو شو ما صار صار رايح 3 ضحايا بنات بتاكل قتل صاحبي شو بعدك عم تعمل قاعد مثل الشتلة باقي مواطن حر ايه بلده همه كبير جندي بطالب حقه مصر عالتغيير قولوا قسم جديد قسم جديد نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعاً عن لبنان العظيم عشقنا عاش لبنان دفاعاً عن لبنان العظيم لك خلص خيي خلص تركني بي حل من هون روح فل شبعنا قهر وزل جوزت تركت أهلي فليت عبلات حرة تبكرة يجي ولادي ما يعيشوا عيشة المرة عملولي قلق دماغ بشخصيتي انفصام مسيحي درزي مسلم ملان انقسام كل يوم هيك عم صلي بركع وبتمنى حط راسي عم خديتي بأحلامي ارجع اتهنى كسرت حزن الخوف حولت بويب مفتوحة طرت هيك لبعيد ملك جوانح مجروحة عم بوصل رسالة لبلد اللي راح بدموعي وأحزاني من قلة الأفراح